السلام عليكم طالبات ثانوية عشتار الأهلية للبنات، أهلا وسهلا بكم مع بدء العام الدراسي الجديد. أتمنى لكم الموفقية والنجاح. معكم مدرسة المادة ست فرح فراس. عزيزاتي الطالبات، نبتدئ درسنا الأول من دروس قواعد اللغة العربية الذي يعد الدرس الثاني في الكتاب، وهو أقسام الكلام. أقسام الكلام أي الكلمة تتألف من ثلاثة أجزاء، هو الجزء الأول هو الاسم، والجزء الثاني الفعل، والجزء الثالث هو الحرف. ولا يخلو الكلام في اللغة العربية من هذه الأجزاء الثلاثة أبدا. لدينا تعريف بسيط للكلام. الكلام هو كل لفظ مفيد ومركب، أي كل لفظة تتركب مع لفظة أخرى وتكون جملة، وهذه الجملة تكون مفيدة أي تامة المعنى. كل لفظ مركب ومفيد يسمى كلام. إلى الجزء الأول من أقسام الكلام وهو الاسم. الاسم هو كل كلمة تدل على معنى، كل كلمة تدل على معنى أي لديها معنى خاص بها. أما أن تكون هذه الكلمة محسوسة أو غير محسوسة، مثل طير وكتاب وحقيبة، هذه الكلمات تكون محسوسة أي ملموسة، ممكن أن نلمس الحقيبة وكذلك الطير والكتاب. أما الكلمة الغير محسوسة أي الغير ملموسة، مثل وفاء هو اسم يكون غير محسوس أي لا يمكن أن نلمس الوفاء، وكذلك الكرم لا يمكن أن نلمس الكرم، والشجاعة هو اسم ولديه معنى لكن غير ملموس أي غير محسوس. الأسماء في اللغة العربية كثيرة، وتكون أما أسماء الإنسان مثل محمد وفاطمة، أو للحيوان مثل أسد ونمر وقطة، أو تكون أسماء نباتات، جميع النباتات لديها أسماء مثل النخيل، الشجر، الأزهار، وأسماء الجماد مثل كتاب، اسم، بيت، طائرة، هذه الأسماء تكون أما محسوسة أو غير محسوسة. وصلنا إلى الجزء الثاني من أقسام الكلام وهو الفعل. الفعل هو كل كلمة تدل على حدث مقترن بزمن معين، كل كلمة لديها حدث ومقترن بزمن معين أي الفعل يختلف عن الاسم. الاسم هو كل كلمة تدل على معنى، وهذا المعنى أما أن يكون محسوس أو غير محسوس، لكن الفعل لديه حدث في زمن معين. ينقسم الفعل على ثلاثة أقسام من حيث الزمن. أما أن يكون القسم الأول هو الفعل الماضي. الفعل الماضي هو حدث حصل في زمن ماضي وانتهى حدوثه، مثل قال، قال، أو كتب، كتب في زمن ماضي انتهى حدوثه. ثانيا هو الفعل المضارع. الفعل المضارع هو الحدث الذي حصل في الوقت الحاضر أو في المستقبل، أي يسمى فعل الاستمرارية، أي حصل في الوقت الحاضر ومستمر في الحدوث، مثل يكتب، طالب يكتب، يكتب في الوقت الحاضر ومستمر بالكتابة إلى أن ينتهي وقت الكتابة. نأتي على القسم الآخر وهو فعل الأمر. فعل الأمر هو الفعل الذي يحصل في المستقبل ويدل على الطلب. فعل الأمر هو الذي يحصل في المستقبل ولكن يدل على الطلب، أي أطلب من شخص أن يقوم بفعل معين، مثل أطلب من الطالب أن يكتب أو أن يدرس، هذا يسمى فعل أمر، أي أطلب منه في الوقت الحاضر أي أن يقوم بالكتابة، أو في المستقبل أن يقوم بفعل الكتابة أو الدراسة.
نأتي إلى القسم الثالث من أقسام الكلام وهو الحرف. الحروف هي الكلمات التي لا يكون لها معنى إلا في داخل الكلام، أي كل كلمة، انتبهوا، ليس لها معنى، أي تختلف عن الاسم والفعل. الاسم والفعل لديه معنى، لكن الحرف يختلف، ليس لديه معنى إلا في داخل الكلام، أي عندما ندخل الحروف في جمل مفيدة يكون لها معنى معين. من هذه الحروف هي إلى، الباء، على، كاف، من، إلى. هذه هي الحروف وتسمى بحروف الجر، أي تأتي في الجملة وتجر الاسم الذي بعدها، لذلك سميت حروف الجر. طيباتي، عرفنا الاسم في بداية الدرس وقلنا هو كل كلمة تدل على معنى، وهذا المعنى أن يكون مجرد من الزمن. لكن نأتي على علامات الاسم، أي العلامات التي تميز الاسم، العلامات الخاصة بالأسماء وتميز هذه الأسماء، أي ممكن أن نميز الاسم من الفعل والحرف بأن لديه علامات خاصة به. العلامة الأولى وهي دخول التعريف عليه، أي دخول التعريف على الاسم. التعريف لا تدخل لا على الفعل ولا على الحرف، لكن فقط مختصة بالاسم، مثل مدرسة تتقبل دخول التعريف فتصبح المدرسة، مهندس اسم يتقبل دخول التعريف فيصبح المهندس، وكذلك طالب اسم يتقبل دخول التعريف. العلامة الثانية وهي دخول التنوين، أيضا التنوين خاص فقط بالأسماء. العلامة التي تميز، انتبهوا، العلامة التي تميز الاسم من الفعل والحرف هو يتقبل دخول التعريف وكذلك التنوين. عرفنا التنوين يكون على ثلاثة أشكال، أما أن يكون تنوين ضم في حالة الرفع، وتنوين فتح في حالة النصب، وتنوين كسر في حالة الجر، مثل محمد اسم دخل عليه التنوين، أو محمدا اسم منصوب دخل عليه التنوين، أو محمد اسم مجرور أي يأتي قبل حرف جر فأصبح هذا الاسم مجرور فدخل عليه تنوين الكسر. العلامة الأخرى وهي دخول الجر عليه، ثلاثة علامات تميز الاسم من الفعل والحرف هي دخول للتعريف ودخول التنوين ودخول حروف الجر. حروف الجر جميعها تدخل على الأسماء. ماذا تفعل حروف الجر؟ تقوم بجر الاسم الذي يأتي بعدها، مثل دخل محمد إلى الصف. لاحظوا إلى حرف جر، والصف هو الاسم، أي هذا الاسم تقبل دخول الجر عليه. شرحنا الاسم والعلامات التي تميز الاسم، الآن سوف نشرح الفعل والعلامات التي تميز كل من الفعل الماضي والمضارع والأمر. الفعل هو كل كلمة تدل على حدث وزمن، كل كلمة تدل على حدث وزمن، عرفنا في بداية الدرس. من العلامات التي تميز الفعل الماضي هي قبوله تاء التأنيث الساكنة، التاء الساكنة المختصة فقط للتأنيث، مثل قوله تعالى قالت نملة، فقال هو الفعل الماضي تقبل دخول تاء التأنيث الساكنة عليه. كيف ميزنا هاي التاء عن تاء الفاعل؟ هذه التاء يأتي ما بعدها مؤنث، فنملة هي مؤنث، لذلك
هذه التاء تكون تاء التأنيث الساكنة. ثانياً أو العلامة الثانية هي قبوله تاء الفاعل. انتبهوا يا طالبات، تاء الفاعل تختلف عن تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة ما بعدها يكون مؤنث، لكن تاء الفاعل تكون لديها ثلاثة أشكال، أما أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. المثال الذي يوضح هذا قبول تاء الفاعل هو بسم الله الرحمن الرحيم، إن أشكر نعمتك التي أنعمت، إن أشكر نعمتك التي أنعمت، صدق الله العظيم. فأنعم هو الفعل الماضي، كيف ميزنا هذا الفعل وعرفنا أنه هو فعل ماضي؟ بسبب دخول تاء الفاعل عليه، فأنعم هو الفعل الماضي والتاء هي تاء الفاعل. انتهينا من شرح العلامات التي تميز الاسم وكذلك العلامات التي تميز الفعل الماضي. نأتي الآن إلى العلامات التي تميز الفعل المضارع. من العلامات التي تميز الفعل المضارع هي أولا أن يبدأ بأحد حروف المضارعة، هي ألف ونون وياء وتاء. أن يبدأ بألف ونون وياء وتاء. ثانيا دخول أدوات النصب وأدوات الجزم عليه، أي الفعل المضارع يتقبل دخول أدوات الجزم عليه وكذلك يتقبل دخول أدوات النصب عليه، فهذه علامة تميز الفعل المضارع من غيره. ثالثا دخول السين وسوف عليه، يتقبل دخول سين وسوف عليه. لاحظوا بنات، ثلاثة علامات تميز الفعل المضارع هي أن يبدأ أما بألف أو نون أو ياء أو تاء، وكذلك يتقبل دخول أدوات النصب وأدوات الجزم عليه، ويتقبل دخول السين وسوف عليه. الأمثلة التوضيحية التي توضح ما قلنا هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أين الفعل المضارع؟ أحسنتم، يقدر. شلون ميزنا هذا الفعل المضارع؟ بسبب دخول لن عليه، لن دخلت على الفعل المضارع، ولن هي أداة نصب، قامت بنصب الفعل المضارع، فهذه هي علامة تميز الفعل المضارع هي دخول لن عليه. المثال الثاني هو سيذهب محمد إلى المدرسة، أين الفعل المضارع؟ يذهب. كيف ميزنا هذا الفعل من غيره؟ بسبب دخول سين عليه، فيذهب هو الفعل المضارع، تقبل دخول سين عليه. يا طالباتي العزيزات، انتهينا من شرح علامات التي تميز الفعل المضارع. الآن نأتي على الفعل الأمر والعلامات التي تميزه. ففعل الأمر نعرفه من جديد، هو الفعل الذي يحصل في المستقبل ويدل على الطلب. فعل يحصل في المستقبل ويدل على الطلب، طلب شيء معين من شخص أن يقوم به. عزيزاتي، العلامات التي تميز الفعل الأمر هي علامة واحدة لا غيرها، هي قبوله ياء المخاطبة للمؤنث، قبوله أي يأتي معه ياء المخاطبة للمؤنثة، ياء تكون للمؤنثة. إليكم هذا الشاهد من الآيات القرآنية الكريمة، هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، صدق الله العظيم. أين الفعل الأمر يا طالبات؟ أين فعل الأمر؟ أحسنتم، اقنتي واسجدي واركعي. كيف ميزنا هذا الفعل الأمر من غيره من الأفعال؟ بالسبب دخول ياء المخاطبة للمؤنثة. لاحظوا اقنتي مؤنث،
يا مريم. فالكلام موجه من الله سبحانه وتعالى إلى سيدة مريم العذراء، فأقنتي، قنوت طلب منها القنوت، واسجدي طلب السجود، واركعي طلب الركوع. لاحظوا وجود ياء المخاطبة للمؤنثة، تكون للمؤنثة لأن القنوت هي للمؤنث والسجود للمؤنث والركوع للمؤنث وهي مريم العذراء. فالياء هي علامة تميز فعل الأمر، علامة تميز فعل الأمر من غيره من الأفعال. إلى هنا يا طالبات العزيزات انتهينا من شرح الموضوع الأول من مواضيع قواعد اللغة العربية وهو أقسام الكلام. إلى اللقاء.